ولنقاش تطورات تداعيات تسريبات المالكي والصراع السياسي بين شركاء العملية السياسية في البلاد، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. سيد لبيد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذا الصدر يتهم المالكي بمحاولة قتله ويطالبه باعتزال العمل السياسي بعد التسريبات الأخيرة، ما الذي يمنع المالكي من الاستقالة إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة للمالكي، الرجل كما تبين من التسريبات، الرجل مهووس بحلم رئاسة الوزراء بأن يتولى رئاسة الثالثة، والرجل على ما يبدو في سبيل ذلك، في سبيل الوصول إلى هذا المنصب، يحاول أن يجيش ويحاول أن يخلق عسكرة، نوع جديد من العسكرة. العسكرة تعتمد على ميليشيا، بلورة ميليشيا جديدة مسلحة بأحدث الأسلحة، بالإضافة إلى تجمعات عشائرية. العمود الفقري لهذه التجمعات يتكون بني مالك التي وهي العشيرة التي ينتمي إليها. فالمالكي لا يصلح كرجل دولة، وإنما الرجل يصلح كرجل عصابات، يعني كزعيم عصابات يستحدث قوة عسكرية مناوئة وأقوى من القوات الرسمية، قوات الجيش والقوى الأمنية الأخرى. فإذا المالكي هذا هو في مسعاه، هذا يريد أن يصل إلى رئاسة الحكومة ويسيطر على البلد ويصفي خصومه. وأصبح الكل على ما يبدو من التدريبات، جميع الكتل الأخرى تعد خصوما له، ويريد أن يقدمها أو يحجمها ويبقى هو السطوة الكبرى في البلد. نعم. من ناحية أخرى سيد لبيد، لماذا يغيب الاعتذار أو الاستقالة عن أدبيات العمل السياسي في العراق، على الرغم من تأكيد شركاء العملية السياسية على ديمقراطية هذه العملية؟ نعم، لا يوجد في قاموس العملية السياسية حاليا بعد تجربة نحو 20 عام، لا توجد حالة استقالة، رغم كل حالات الفساد والفضائح التي كشفت بالصوت والصورة، لكن لا أحد يستقيل. لماذا؟ لأن العملية السياسية، أطراف العملية السياسية بالحقيقة ما هم إلا كتل تمثل حالة، أقرب إلى حالة العصابة منها إلى حالة العمل السياسي أو الأحزاب السياسية. نعم. هل سمعت بأن رئيس عصابة، زعيم عصابة، استقال من عصابته؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن زعيم العصابة لديه طموح أن يبني عصابة، يبني مجدا ويبني مالا ينهبها من الناس ومن الأتاوات. هذه هي حال الكتل السياسية في العراق. بالحقيقة العراق بلد غني وفيه ثروات كثيرة، وهذه العصابات أصبحت متفاهمة فيما بينها على تقاسم الأموال المنهوبة من هذه البلد ومن هذه الخيرات. نعم. لذلك الكل ليس من مصلحة أي أحد من هؤلاء أن يتناقض أو يتصارع مع الآخر أو أن يستقيل من منصبه. لأن الاستقالة تعني أنه سيحرم نفسه من هذه الأموال ومن هذه الخيرات. وكأن شيئا لا يستحق بالفعل هذه الاستقالة من هذه الأخطاء والكوارث. أستاذ لبيد، لماذا باعتقادك تأخرت السلطات الحكومية والقضائية بفتح تحقيق في هذه التسريبات على الرغم من خطورتها على أمن البلاد كما وصفها مراقبون؟ الجواب بكل بساطة، لأن هذه الجهات التي ذكرتها حضرتك هي أيضا فاسدة، هي أيضا فاسدة ومشاركة في هذه العملية. ويعني المالكي عندما قال عن هؤلاء، يعني عن 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 فساد، عن مثلا 40,000 رواتب الفضائية و 12,000 رواتب فضائية جماعة العامري وجماعة الصدر، كان صادقا فيما يقول. والفساد بالحقيقة، الفساد هو القاسم المشترك لهذه الكتل، فليس من مصلحة لا الجهات الحكومية ولا الجهات القضائية إثارة دعوة قضائية ضد المالكي وضد حزبه، حزب الدعوة. لأن على ما يبدو أنه كان جليسا، المجالسين
كانوا من حزب الدعوة خليطا من حزب الدعوة أو ربما أحد الكتائب الميليشياوية، فهؤلاء يجب أن تقام عليهم دعاوى قضائية. يعني هو لما يقول أنه عندنا أحد جليسيه يقول عندنا معامل لإنتاج الدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة، وعندما يدعو لتحشيد قوة بالضد من الشرطة والجيش مقاتلة وتحشيد عشائر وقوات عشائرية والهجوم إلى النجف وتدمير وتقتيل إلى آخره، نعم. هذه دعوات هذه تندرج تحت طائلة أربع إرهاب، يفترض هكذا، يفترض أربع إرهاب. وعندما يتهم الشيعة بالجب بأنهم جبناء والسنة بأنهم جبناء والشرطة والجيش بأنهم جبناء والحشد بأنهم لكن جبناء. على ما يبدو سيد لبيد أن أربع إرهاب فقط هي للمواطنين العراقيين وليست للمسؤولين. نعم لا للمواطنين العراقيين وبالذات للسنة. أنا أريد أفترض لو طلع واحد هسه واحد سياسي مغمور سني أو رجل مغمور سني وقال أنا عندي والله عندي معبد يصنع قدر تصنع منه طائرة مسيرة أو تصنع منه صاروخ، راح يسوون به؟ يعني رأسا راح يطبقون عليه أربع إرهاب ويدخلوا بالسجن ويحيلوا للقضاء وبعدين يعدم. فما بالك فإذا ليش هذا الصمت؟ لماذا هذا الصمت عن رجل يتحدى الشعب، يهين الشعب، وجه إهانة لكل الشعب العراقي سنة وشيعة ومؤسسات إلى آخره، وجه إهانة يفترض أنه بما فيها رجال القضاء مشمولين بالإهانات التي وجهها والكلمات البذيئة التي وجهها لهم. طيب أخيرا اسمح لي بسؤال أخير لضيق الوقت سيد لبيد، ماذا عما يسميه الصدر البيت الشيعي؟ هل البلاد مقبلة بالفعل على اقتتال بين تلك الميليشيات بعد هذه التسريبات؟ أنا لا أعتقد أن القتال بين الميليشيات لا يمكن، لأن الميليشيات مرتبطة بإيران وتمام الأمان الإيراني قوي والميليشيات منضبطة بهذا صمام الأمان. لكن أنا أعتقد أن الحكومة حكومة عراقية من المستحيل أن تتشكل. نعم. بعد هذه التسريبات يستحيل تشكل حكومة، لأن المالكي ويبدو أنه فقد فرصته المتبقية للوصول إلى رئاسة الحكومة. نعم. نعم فقد فرصته، وأعتقد أن الفوضى ستزود وينبغي على البرلمان أن يبادر ويحل نفسه. أو يعزل المالكي، لأن المالكي وجه إهانة للبرلمان الذي إذا البرلمان اعتبر نفسه ممثل للشعب فيجب أن يبادر بعزل المالكي، لأن الإهانة وجهت للشعب العراقي بكل فئاته. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.